بكم في حلقة جديدة بعنوان مكافحة التغير المناخي تقليص من الانبعاثات. ثورة صناعية اللي كعرفها عالمنا اليوم كتخليه في حاجة ماسة للطاقة، وإنتاج هاد الطاقة كيعتمد على الكربون اللي كيتسبب في سخونة الأرض وانبعاث الغازات. كيفاش ممكن نحدو من هاد الانبعاثات؟ كنلقاو أن استهلاك الطاقة بصفة عامة في حياتنا اليومية مازال في غالبيته كيعتمد على الطاقة الأحفورية، في حين كيأكدوا مجموعة من الخبراء أن استخدام مصادر الطاقة المتجددة المائية منها والشمسية والريحية يمكن لها تحد من التغير المناخي وتخفف من مخاطره. كتعتبر انبعاثات الغازات الدافئة السبب الرئيسي في التغيرات المناخية بنسبة فوق 90%. نظرا للارتباط ديالها بالاستعمال الطاقة الأحفورية، فإن تدابير التخفيف من حدة التغيرات المناخية هي مرتبطة أساسا باستعمال الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية. شنو هي الاستراتيجية اللي كينهجها المغرب لمكافحة الاحتباس الحراري؟ المغرب وضع سياسة لمكافحة الاحتباس الحراري كتعتمد على ثلاثة الركائز، منها إجراءات تهم التكيف أو التأقلم، ومنها إجراءات أفقية كالجانب التشريعي والجانب المؤسساتي وجانب تقوية القدرات إلى غير ذلك، ثم الركيزة الثالثة تهم إجراءات التخفيف فيما يخص قطاعات النقل والطاقة والزراعة إلى غير ذلك. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعاً.